أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يتهم علماء الدعوة بالغلو في العقيدة، ماذا نجيب هؤلاء وكيف نرد عليهم وعلى أمثاله؟ هذا لا يستحق الجواب، هذا لا يستحق الجواب، ولا تشتغل بمجادلته، لأنه ضال مضل، ولا يزيده مجادلته إلا عتوا وظهورا لشأنه. هذا الأحسن أنه يخسر ويترك ولا يلتفت إليه، لأنه أحقر من أن يرد عليه. والمشركون والمنافقون قالوا في الرسول ما قالوا من السبائب والشتم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم ولم يعيرهم باله. نعم.